كارلوس هنريك كاسيميرو عند ريال مدريد. ماذا بعد ريال مدريد وماذا بعد المانشستر يونايتد اللي عنده ماتش مع ليفربول يوم الاثنين في الجولة الثالثة من البريمير ليج؟ خلينا نبدأ بريال مدريد. هل رحيل كارلوس هنريك كاسيميرو يؤثر على ريال مدريد؟ فنيا 100% يؤثر، ولكن نتكلم عاطفة ولا نتكلم عقل؟ تعالوا نتكلم عاطفة الأول، لأنها بالنسبة لي الكرة هي بيور عاطفة، عاطفة 100%. واحد من الناس كمدريديستا كنت أتمنى بقاء كارلوس هنريك كاسيميرو وتكملة الثلاثية التاريخية مع توني كروس ولوكا مودريتش لأطول فترة اللي ممكنة، وبقاؤه لأنه لسه عنده الكثير أنه يعطيه لريال مدريد، وفنيا كمان واحد من أكثر اللعيبة حضورا في المواجهات الكبيرة. يمكن عنده تذبذب مستوى على مدار الموسم، لكن في المواجهات التقيلة الكبيرة قدام الأخصام الجامدين جدا، قدام ميسي، قدام صلاح، قدام نيمار، قدام مبابي، كارلوس هنريك كاسيميرو دايما لا يبالي ودايما حاضر في المواجهات الكبيرة. طب تعالوا للمنطق، 70 مليون يورو في لعيب نمرة 6، وانت لسه ماضي مع تشواميني 18 سنة او 19 سنة من منتخب فرنسا ومن موناكو، وفي كلام ان هو هيبقى افضل لاعب نمرة 6 في العالم، وعندك كامافينجا لسه ماضي معاه الموسم اللي فات وعمل موسم هايل لما كان بينزل كبديل، ولسه عندك توني كروس ولوكا مودريتش وعندك فالفيردي في نص الملعب وعندك داني سيبايوس، تتخلى عن كاسيميرو ب 70 مليون يورو ولا لا؟ طب لو ما تخليتش عن كاسيميرو السنه دي، هل السنه الجايه تضمن ان هو يبقى في نفس مستواه؟ هل تضمن ان تشاواميني يجيله فرصه ان هو يلعب اساسي طول ما كاسيميرو في الملعب؟ هل تضمن ان كامافينجا وتشاواميني ما يزهقوش من دكه بدلاء ريال مدريد زي ما كوفازيتش زهق وراح لتشيلسي؟ اعتقد ان هي فيها وعليها، ناس تقول لا اراهن على الشباب، وناس تقول اراهن على الحرس القديم. انا في وجهه نظري ان هي منطقيا هي مكسب للثلاث اطراف. اولا كاسيميرو خد عقد كبير جدا ما كانش هيقدر يتقاضاه في ريال مدريد، لان ريال مدريد ليه سقف للتعاقدات، ما اعتقدش ان كاسيميرو كان هيوصل حتى ل 15 مليون يورو في ريال مدريد، حاليا هيتقاضى 20 مليون يورو في مانشستر يونايتد. طلع من الباب الكبير من غير اي مشاكل، طلع من الباب الكبير بعد تحقيق الرقم 14 وتحقيق السوبر الاوروبي وفوزه بافضل لاعب في المباراه، طلع وهو عنده 30 سنة وهو عارف ان من السنة الجاية التجديد هيبقى سنة بسنة سنة بسنة سنة بسنة زي ما حصل مع راموس ومودريتش ومارسيلو، وهو مش عايز يحصل له نفس المصير ده كمان سنتين ثلاثة لما المستوى والسن يأثر عليه فنيا. اما ريال مدريد استفاد ماديا ب 70 مليون يورو، رقم جابه في كارلوس هنريك كاسيميرو اللي قضى معاه 9 سنين وحقق له كل الألقاب ودخل خزينته كمان بعد كل المدة دي فلوس كبيرة. اما مانشستر يونايتد فهي ورقه مهمه جدا في سكواد مانشستر يونايتد اللي بيعاني في نص الملعب بعدم وجود لعيب ارتكاز نمره 6 قوي يقدر ان هو اولا عنده انضباطيه، ثانيا عنده قوه شخصيه، ثالثا عنده روح وقلب وعزيمه، رابعا عنده تاكتكس عالي جدا ومهم جدا في عمليه كسر لعب المنافس او في العمليه الدفاعيه. واعتقد ان مانشستر يونايتد كسبان جدا 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 بتواجد كاسيميرو، مع اعتراضي على فكرة التعاقد مع كاسيميرو. وانت قبلها بيومين كنت عايز تتعاقد مع ديونج، بروفايل ديونج، بروفايل لعيب مختلف تماما تماما عن كاسيميرو، هذا في الشرق وهذا في الغرب، لعيب ديستروير، لعيب نمرة 6، واللاعب الاخر ديونج هو لعيب بولر بيطلع بالكرة بيساعدك في عملية البيلد اب. يبين عدم وجود فكر واضح لمانشستر يونايتد او لإيريك تن هاج، وما بين ديونج وما بين كاسيميرو ذكر اسم رابيو، ولكن تعنت والدته وكيلة أعماله في المقابل المادي هو اللي أوقف صفقة انتقال رابيو من يوفنتوس لمانشستر يونايتد. فخلينا نتفق إن منطقيا مانشستر يونايتد كسبان من صفقة كاسيميرو، ريال مدريد كسبان ماديا جدا من صفقة كاسيميرو، فنيا هيدي دفعة للاعيبة الصغيرين زي كامافينجا وتشاوميني إن هم يلعبوا وياخدوا فرصة أساسية في الفريق. والأكتر من كده كاسيميرو كسبان خروجه من الباب الكبير، تحية جمهور ريال مدريد ليه وحبه ليه حتى بعد رحيله، وثالثا كتبان العقد الطويل الأمد 4 سنين وفي سنة كمان أوبشنال يمتد ل5 سنوات ومقابل مادي 20 مليون يورو، والأهم من كده عودته لكريستيانو رونالدو وعودته لرافائيل فاران أصدقائه القدامى في ريال مدريد، فمش هيحس بالغربة في مانشستر يونايتد.